هذا التدين القشوري الآلي الميكانيكي الطقوسي يحتوي تماماً ضديده نقيضه ما يبينه على طول الخط. لاحظت أن كثير منا نحن معاشر العرب المسلمين نعبر بطريقة مفضوحة ليست طريقة مضمنة أبداً، طريقة مفضوحة عن رغبة قوية كامنة في الكفر في الإلحاد. عجيب، كيف نفعل هذا؟ كلنا يفعل هذا. مثلاً مثال من أمثلة كثيرة، حل عن سماي، حل عن ديني، جنن ديني، جنن سماي. لماذا هي سماك واطئة إلى هذا الحد؟ هل تنال السماء بمثل هذا الهون هكذا؟ بلمسة إصبع؟ الكل أيها الإخوة يحل في سماء، وينبغي أن يحل عن سماء، أن يترك سماء، ودينه يجن بسرعة. هل هو هش إلى هذه الدرجة دينك؟ نعم طبعاً، هذا تعبير حقيقي حقيقي. لذلك حين يستثار أو يستغضب يعبر بهذه الطريقة، جنن ديني، حل عن ديني، حل عن سماي. كافر في الباطن، هو ملحد كافر يا إخواني. أبداً، شيء مخيف مرعب حين تحلل هذا، مرعب جداً هذا. طب فش حل عن إبليسي، حل عن شيطاني، حل عن نفسيتي، عن هواي، عن غضبي، عن عفريتي، لا، عن سماي وعن ديني. لأن هذا الدين أيها الإخوة دين معنا ودين عندنا ودين لنا. منطق ماذا؟ منطق التهاف، منطق التملك. كل شيء تتملكه أيها الإخوة ولا تشعر بالحاجة إليه تجحده وتعامله بمنطق الاستغناء والجحد، مش هذا الدين. ولذلك أنت لا تنضج مع هذا الدين من عمرك 4 سنوات، مذ أنت ابن 4 سنوات وأنت تصلي ويصومونك وأنت ابن 7 سنوات، نصف يوم ولا 3/4 يوم، دين في دين يا أخي، من 4 سنوات في دين، وأنت الآن ابن 60 ابن 70 وعندك المنطق حل عن سماي حل عن ديني، جنن ديني. ما الذي حصل إذن؟ لم تؤمن بعد؟ 70 سنة غير كافية أن تعرف الله وأن تعرف الدين، أن تنضج في الدين، في الدين وبالدين وعبر الدين؟ لا طبعا، لأنه ما في هذه الظرفية والمظروفية، ما في الكلام هذا، في هذه المعية، معنا دين. ولكن الإنسان معاه دين والله يا أخي، عنده دين بالعامية، هذا منطق عميق جدا صحيح فعلا، عنده دين، عنده كما عنده سيارة وفيلا، عنده دين. عنده دين، ما يقولوش في دين، أحيانا يقال طبعا، سبحان الله، هذا العقل العامي العادي يعبر بدقة فلسفية لا يفهمها لا رجال الدين ولا فلاسفة الدين حتى، أكثرهم طبعا أعني، ولا أعني كلهم، أكثرهم لا يفهمونها لأنهم لم يعيشوا هذه الخبرة، لم يفهموا، هم أبناء هذه الثقافة التي يشاب بل يخلط ويمزج فيها الدين بالكفر والإلحاد دون أن يفهموا، لأنهم لم يفهموا حقا جوهر الدين ومعنى الدين ومعنى أن تكون متدينا. واحد يقول لي أين ذهبت بنا يا رجل؟ إحنا اليوم نتحدث لسه عن قطع الرؤوس وذبح الناس باسم الدين، تحدث طبعا، هذا هو تماما، هذا هو الفرق بين مستويين، وهذا يتم باسم الدين وهذا هو جوهر الدين كما نراه. كم هو الفرق بعيد يا أحبتي يا إخواني وأخواتي بين هذين الطبقين، بين هذين المصافين، بين هذين المستويين، بعد المشرقين، بعد السماء السابعة عن الأرض السابعة. للأسف ويعمد ويكرس هذا على أنه دين، ولا أحد يخدم هذا ويكشف عنه الستر على أنه الدين، مش على أنه دين، على أنه الدين، الدين الحقيقي بملء المعنى، بملء المعنى. لا أحد يفعل هذا، من أسف شديد، من أسف شديد. إذن معهم دين، لديهم دين، لكن في دين يقول لك حين يتحدثون عن ولي صالح، عن رجل برهن، برهن جوهرانية الدين في نفسه، برهن بذاته أيها ومسالكه، بما يأخذ بما يدع، بكلامه بنظراته بردود أفعاله وأفعاله، على أنه ابن دين مختلف تماما، على أن الدين عنده يعني شيئا آخر تماما،
على أن الدين قادر على أن يحيي الإنسان خلقاً آخر تماماً، ليس مثلنا، ليس مثل أي واحد فينا، فنقول فيه دين، هذا الرجل فيه دين. آه صحيح، فيه دين وهو في الدين وينضج في الدين، ليس مع الدين أيها الإخوة، وليس بما لديه من دين. الدين الذي معي تماماً كالورقة، أكثر من الورقة طبعاً، حافظة النقود التي أحملها طبعاً، وسيلة تستخدم للمنافع والمصالح وتدبير العيش. هذا الدين، هذا دين طقوسي آلي مملوك مستعبد لك أيها الإخوة، فأحري بأن لا ينجح البتة في أن يغير فيك أي شيء نحو الأصلح. هذا هو الدين، لا يفعل شيء، ولذلك هذا متحالف في باطنه كما قلت لكم مع الشرك والوثنية والكفر والإلحاد، وأي استفزاز لصاحبه يسفر عن وجهه الملحد الحقيقي، هو ملحد حقيقي، ويشد الناس وما عطونا شعورهم. كيف متدين؟ أحيانا عالم دين وشيخ بلحية، كيف باع دينه وضميره بفلوس ونقود؟ حاتي، هو باع ما لديه من دين، مش دينه الذي عاش ونضج فيه. لو عاش ونضج فيه لا يمكن أن يبيعه حتى يبيع كيانه ووجوده، ومستحيل. هو يريد شيئا، يدفع ثمنا لشيء من أجل أن ماذا؟ أن يثري وجوده وذاته. في هذه الحالة طبعا الإيجو، الذات المراوغة الكاذبة. أما ذاك لكي يثري وجوده الواعي الناضج، لا يمكن أن يفعل هذا المال ولا الشهرة ولا المنصب أيها الإخوة، ولا أي شيء في الوجود، يفعله مزيد من طي المراحل إلى الله تبارك وتعالى، إلى التقرب من الله تبارك وتعالى، إلى عبادة الله، إلى التعرف على الله تبارك وتعالى. المزيد من هذا يفعله فقط، ولا شيء آخر، ولا شيء آخر.